قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير قبل حط الرحال، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس. نعم، قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. إمام اللي هو إمام الحج، وفي السابق كان يضعون إماما للحج، وكان أكثر من كان إماما للحج اللي هو عطاء نبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى، كان هو إمام الحج في زمن دولة بني أمية، كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى هو مفتي الحج. وإمام الحج الذي يقتدي به الناس هو الخليفة أو أمير مكة أو غير ذلك، الذي يضعه الخليفة إماما للحج. فكان مفتي الحج عطاء، وكان إمام الحج إما الخليفة إذا كان حج مع الناس، وإما أمير مكة، أو يضع إماما للحج رئيسا لجميع الحجاج في ذلك الوقت. ولما كان في زمن الحجاج جاءه عبد الله بن عمر وقال عجل في الحج واقصر الخطبة، يعني في عرفات، يعني في نمرة اللي هي قريب من عرنة، قال اقصر الخطبة وانطلق بالناس، هذه السنة. فقال سمعا وطاعة، وفعلا فعلها الحجاج وخرج إلى، وكان هو أمير الحج، وخرج إلى عرفات في ذلك اليوم. المهم أن الناس بعد أن تغيب شمس اليوم التاسع ينطلقون إلى المزدلفة. المزدلفة قريبا من مكة، تقريبا يمكن 8 كيلو من مكة. في ناس، أكثر الناس يذهبون على الأقدام من عرفات إلى مزدلفة، في ناس يذهبون في السيارات، وأحيانا تصل مبكرا إلى مزدلفة قبل العشاء. أنا أذكر في سنة من السنوات خرجنا من عرفات بعد المغرب وصلنا مزدلفة بعد 10 دقائق، وفي مرة وصلنا مزدلفة الساعة 10 بالليل، يعني على التيسير، يعني ما تنضبط المسألة. لكن المهم أن الناس يخرجون من عرفات إلى مزدلفة، بل حدثني أحدهم أنهم خرجوا من عرفات بعد المغرب وصلوا مزدلفة الساعة 7 صباحا، يقول حتى يقول صلينا المغرب والعشاء والفجر في الباص، يقول المغرب والعشاء والفجر، يعني ما من الزحام توقفت الطرق وكذا، يعني لو رايحين مشي أحسن لهم، صح ولا لا؟ كم 8 كيلو مشي؟ ساعتين؟ ها؟ 8 كيلو ساعة؟ ساعة ونص؟ إيه ماشي ساعة ونص، إيه صلاة 7 الصبح، الله المستعان. فالمهم أنك قد تصل قبل أذان العشاء، هذا القصد، وقد تصل بعده، قد تصل قبل أذان العشاء وقد تصل بعد. إذا وصلت قبل أذان العشاء لا بأس أن تصلي جمع تقديم، وإذا وصلت بعده يقينا ستصلي جمع تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمع تأخير لأنه ما وصل إلى مزدلفة إلا بعد العشاء صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى المغرب والعشاء جمع تأخير صلى الله عليه وسلم. لو صليت المغرب وحدها والعشاء وحدها لا بأس، ولكن السنة أن تجمع بين المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جمع تأخير قبل حط الرحال ثم يبيت بها، هذه السنة أن الناس تبيت في مزدلفة. وقد مر بنا أنه يجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولكن السنة هو أن يبات الإنسان في مزدلفة ويصلي الفجر فيها. ثم أعمال مزدلفة ما تبدأ إلا بعد الفجر، أعمال مزدلفة ما تبدأ إلا بعد الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل مزدلفة فقط صلى ونام صلى الله عليه وسلم. بعد الفجر بدأت أعمال مزدلفة اللي هو عند المشعر الحرام. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا يكون بعد فجر يوم العاشر، فجر يوم العيد، هذا فجر يوم العيد. فالذي يخرج بعد منتصف الليل لا يدرك هذا الوقت، طبعا تفوت هذه الفضيلة. فالسنة الإنسان يبقى في مزدلفة ليحصل فضيلة العمل في مزدلفة، وهو يبدأ بعد فجر يوم العيد. فصلى النبي الفجر يوم العيد صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، ثم جلس يدعو صلى الله عليه وسلم
إلى قريب من الشروق، إلى قريب من الشروق. إذا قلنا تشرق الشمس مثلا الساعة 6:30، الرسول صلى الله عليه وسلم 6:15 مثلا أو 6 خرج من مزدلفة قبل الشروق، قبيل الشروق صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى منى ليرمي جمرة العقبة الكبرى صلوات ربي وسلامه. يصلي الفجر بغلس، أي يصليها في الظلمة حتى يستغل وقت الدعاء بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق. نعم.